بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا العاشر في تعداد أشواط مساء هذا اليوم، وشوط الختام بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة. شوطنا العاشر وهو الخاص بذل المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في مسافة ورحلة 8 كيلومترات وأشواط التميز، أشواط النخبة. ينطلق هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام بحفظ من الله وتوفيق، نسير مباشرة نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى هناك أيضا اللي اندفعت بناموس هذا الشوط وقادت المجموعة الشديدة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة عبيد بن شينان المري. من يتابع انطلاقة شديدة اللي اندفعت منذ البداية بناموس هذا الشوط وسارت بركب المقدمة، نتابع المركز الثاني. نتابع المركز الثاني وأرى التحديات لدوارة التابعة لهجن العاصفة يقودها حمد بن راشد بن غدير، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث من الجانب الآخر أرى هناك نشوة بشعر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومتابعة مطر بالسيف الأحد. أيوه هذا الرقص المسائي الجميل، وألف ومئتين ما تبقى عن خط النهاية ومرمرة على الصدارة، ولكن أرى هني مزايا، أرى مزايا تحمل مزايا أيضا وخصايا العديدة، خصايا الحميدة تنطلق بها في هذا الاندفاع المثير، تنطلق مزايا مع المركز الثاني واللحظات الأخيرة كيلو المتر الأخير غادرنا مع هذا الرقص المتجدد، نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، مرمرة 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 ومزايا قادمة، مزايا قادمة اللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، شوط مثير بالفعل في ختام هذه الأشواط من أشواط التميز، أشواط النخبة للمتميزين والمتميزات في هذا العالم الساحر. نتابع مرمرة، نتابع مرمرة على الصدارة بشعار هجن العاصفة يقودها حمد بن راشد بن غدير، مزايا مع المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم والمتمرس عتيج بن سالم بالعرض الحميري في عملية التضمير. دوارة تأتي ثالثا من هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، ولكن مرمرة سارت واندفعت بناموس هذا الشوط. يا سلام اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة ومرمرة مرمرة على الصدارة تنطلق بناموس هذا الشوط، زادت من سرعتها في اللحظات الأخيرة لتثبت أنها بطلت هذا الشوط بكل جدارة وبكل استحقاق. تهانينا الهجن العاصفة، والتهاني لحمد بن راشد بن غدير. هذه لحظات وصول مرمرة إلى خط النهاية، تهانينا الهجن العاصفة والتهانينا حمد بن راشد بن غدير، مزايا مع المركز الثاني سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، المركز الثالث دوارة من هجن العاصفة، ومع المركز الرابع تصل نجدة لسمو الشيخ زايد بالمرمى المكتوم، المركز الخامس نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول مرمرة إلى خط النهاية، تقطع مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 44 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهانينا حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني مزايا تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول 12 دقيقة 47 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد لسمو الشيخ راشد بن حمدان رايد المكتوم، والثاني لعتيج بن سالم بالعرطي الحميري، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث دوارة 12 دقيقة 48 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني